هل حقا اقتربت الساعة وظهرت علاماتها؟ هل أصبح يوم القيامة أقرب مما نتوقع؟ تساؤلات عديدة تدور في أذهان الملايين من المسلمين حول العالم مع ظهور علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها الرسول الكريم على جبال مكة. ماذا يحدث في السعودية؟ كسى اللون الأخضر جبال مكة المكرمة في منظر يبهج الناظرين بعدما نما العشب أثر أمطار غزيرة شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر مناطق من مدينة مكة المكرمة السعودية وهي تكتسي بالأخضر في منظر خلاب، ما أثار تفاعلا كبيرا. ونشرت حسابات رسمية سعودية عدة صور تظهر تحول الجبال المحيطة بمدينة مكة المكرمة إلى اللون الأخضر. ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق على تويتر مقطع فيديو بعنوان جبال مكة تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا، وحصد الفيديو خلال ساعات مئات الآلاف من المشاهدات. ويظهر الفيديو تنامي الأعشاب وتغطيتها لمناطق جبلية حول مكة. أما حساب أمانة العاصمة المقدسة على تويتر فقد نشر عدة صور تظهر بساطا أخضرا يغطي مساحات واسعة في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس في وقت سابق بأن أهالي المنطقة انتشروا برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة وفي أجزاء متفرقة في العديد من المنتزهات البرية حول مكة المكرمة، ومنها منتزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة وممارسة النشاطات المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسهر في الهواء الطلق. وخلال الأيام الماضية هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة بشكل متكرر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد، ومن المعروف أن هناك العديد من النباتات الموسمية التي تنمو بعد هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير والبهجة والسعادة التي استقبل بها سكان مكة تحول الجبال إلى اللون الأخضر، إلا أن هذا التفاؤل يصاحبه نبوءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي تتحدث عن أن عودة شبه الجزيرة العربية مروجا وأنهارا تعد علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن صحراء شبه الجزيرة العربية ستغطيها المروج أي المراعي والأنهار في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وما يؤكد هذه النبوءة ما رصدته الأقمار الصناعية عن رصد نهر ضخم يشق المدينة المنورة مع السيول الغزيرة التي هطلت على مدن السعودية، حيث رصدت الأقمار الصناعية وادي الرمة يمتلئ بكامل طاقته مما يشبه النهر الجاري بحسب صور الأقمار الصناعية. وظهر وادي الرمة في صور الأقمار الصناعية على هيئة النهر الجاري لاتساع عرضه وطوله وسيطرته على مساحة شاسعة، إذ يعبر السعودية من الغرب إلى الشرق، وهو أطول أودية شبه الجزيرة العربية، إذ يبلغ طوله 539 كيلومترا، ويبدأ من شمال المدينة المنورة من السفوح الشرقية لجبال منطقتها ويتجه نحو الشرق، حيث يمتد إلى الكويت مرورا بين جبال أبانات المشهورة بمنطقة القصيم، كما أنه يصب في الوادي أكثر من 600 رافد. تحققت نبوءة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعادت الصحراء الجرداء إلى مروجا خضراء، وجرت الأنهار في المملكة العربية السعودية لتكون أحد علامات الساعة الصغرى. فمتى ينشق القمر؟